جوهرة اف ام وبقلة انضباط يخلي على بعد كان المنتخب هو متفوق بأربع أهداف حاليا هو متأخر بأربع أهداف 34-30 الفريق المقدوني كلاه خمسة أهداف بلاش حارس يلعب سبعة بسبعة ملاعبين وإحنا تسألنا قلنا فاش قاعد يعمل ولكن ظهر في الأخر المدرب يعرف فاش يعمل وكمل المقابلة عفوا بسبعة جمال ويخرج الحارس في الأتاك وبنفس الطريقة وشفنا في الأخر اللي هو كان عنده الحق لأنه الناس صبرت وناس عرفت كيفاش عم نخرج احنا لوفوري هزتنا في الاربع دير اللاعبين الخبره نتاعنا اللي نورمالمون في الاوقات هذيك يتحكموا في المقابل ما تحكموش فيها الاطار الفني يتفرج على الماتش مع كامل الاسف قاعد يتفرج على المقابله وما تحركش نجم اللاعبين يدخلوا في اوفوري تاع ربح وهبطوا ديما يقولوا الماتش كان صغير معناها ربحناه لكن ستار تكنيك لا ستار تكنيك يعرف اللي 10 مينوت ولا 15 مينوت سي بوكو في ماتش معناها المفروض وقت رجع علينا هما معناها من 4 بوان 3 بوان 2 بوان وقت ناخذ تمر 1 بوان حتى 1 بوان ناخذ تمر معناها بقى بون ما نحبش ياسر تو هكا باش نقولوا هكا خلف المدرب خاطر خسرنا بقى ما كانت فما رياكسيون انا نقول ديما دو لابار دو ستاف خاطر الستاف هو اللي عنده الاسبري كالم معناها عنده ركود مش كي عنده ركود ويغزر من بعيد ومش كي من ملعبي وابري تو سي سونتر سيما قاسيه نوعا ما تكون ماخذ لافونتاج والناس كل فرحانين بالنتيجه هذه وما تعملش ريكسيون في الكاتزيرو فما اخطاء بدائيه كما قال سي محمد اكثر مني يفهم الحاجه هذه كنا لازم نلعب اريحيه كبيره كنا قادرين باش ننتصر في المقابله هذه تبقى لنا مقابله انجولا وقادرين باش نمر جوهرة FM